مطاف، نحن أمام توجه ليس فيه تصور، حتى لا أقول ليس فيه مشروع، نحن أمام توجه جديد ليس فيه تصور متكامل الأركان، لأن التصور المتكامل الأركان بغض النظر على أنه يجب أن يكون في الدستور حتى يعطي هذا البعد الوطني الاجتماعي الشعبي السياسي الوطني للجزائر، ويجب أن ترافقه ما قلت عنه منذ حين إجراءات تهدئة، وترافقه كذلك إجراءات متعلقة خاصة بالقوانين وبالعدالة، إجراءات متعلقة خاصة بالمنظومة الصحية، بالمنظومة التربوية، بالمنظومة الثقافية، بالمنظومة الرياضية، بمشروع المجتمع الذي نريده. طيب هل تعتقدون بأنه عندما يصوت الشعب على الدستور في الفاتح نوفمبر بأن مشاكل الجزائر ستحل؟ هل تحل مشاكل الجزائر وسط هذا التضييق؟ هل ستحل مشاكل الجزائر وسط هذه الهموم التي يعيشها الفرد والجماعة، تعيشها المجتمع وتعيشها الأسر وتعيشها المؤسسات الاقتصادية ويعيشها قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة وقطاع التجارة وتعيشها أيضا الكثير من القطاعات في الجزائر؟ أنا لا أحمل المسؤولية للرئيس أو الوزير الأول أو لأي وزير كان، ولكن هذه أحملها للمنظومة التي لم تتغير منذ سنة 1962 ولا تريد أن تتغير من خلال المعطيات التي بحوزتي. وماذا يعني الوزير الأول لما قال أنه الدستور يلبي مطالب الحراك الشعبي الأصيل بل تبون أرجع الأصيل وليس أرجع وليس وليس المبارك، نسينا كلمة المبارك، الآن حراك الأصيل صار للجزائريين حركان أيضا، حراك أصيل وحراك مبارك، ما الفرق بينهما؟ لا يكفيه يكفيه تسمية مبارك، يكفيه تسمية حراك شعبي وطني سلمي، هذه هي الثلاثية التي لن يفرط في 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 هل من أي رسالة هل من رسالة وراء ذلك، وراء هذه الصفة، صفة الأصيل هذه المرة؟ ممكن قراءتي يريد أن يشير إلى أن هناك حراكان بالنسبة إليه، هناك حراك أصلي أصيل اللي هو حراك شعبي أوريجين. ويريد أن يقول دوريجين، ويريد أن يقول بأنه هناك حراك اختطف في الطريق، أو حراك أو بالمعنى الدرجة ما سمي بالتحرك، سامحني على هذه الكلمة. فنحن بالنسبة إلينا هناك حراك واحد، نحن بالنسبة إلينا هناك ثورة مضادة، نحن بالنسبة إلينا كل ثورة فيها وعليها، كل ثورة فيها ثورة مضادة. الشعب الجزائري يدرك بأن بعض التجاذبات التي حدثت هنا وهناك كانت مقصودة من طرف أصحابها ومقصودة ومشجعة من طرف أطراف السلطة، حتى لا أقول كل السلطة، للتشكيك في هذا الحراك. احنا بالنسبة إلينا حراك مبارك، والبركة ما زالت موجودة، الحراك أصيل لا نقصد به بأنه هناك حراكان، لا بل هناك حراك واحد. أما الحديث عن أن هذا الدستور هو المنقذ فهو نفس الحديث الذي كان يقوله كل الوزراء الأولون، كل رؤساء الحكومات السابقين، وكان يقوله بوتفليقة في رسائله لأنه لم يكن يخاطب الشعب. فنفس الجمل نرجع لخطابات سابقة وفيديوهات سابقة ومنشورات سابقة تجدها دائما موجودة، فقط الجملة أو الكلمة الجديدة حراك المبارك يريد أن يحوله سيد الوزير الأول إلى حراك أصيل. نحن حراكنا أصيل، حراكنا مبارك، حراكنا شعبي وطني سلمي لم يتوقف حتى يستمر، حراكنا يريد التغيير، تغيير المنظومة، تغيير السياسات، تغيير الأشخاص وتغيير الممارسات في سبيل بناء جزائر عدل وجزائر قانون، جزائر تقوم على القانون بالدرجة الأولى، القوانين ستستمد من الدستور. نعم نريده دستورا قويا، دستورا توافقيا، نريده دستورا جامعا مانعا، مش بعد سنة أو بعد سنتين نتذكروا بأنه نسينا حاجة. لو تتذكر بوتفليقة كان كل سنة يلعب بينا، كل سنة يقولنا لا هذه نفتح العهدات وبعدين غلقنا العهدات وبعدين، فكان يلعب في كل مرة، هو كان عنده مخطط في رأسه لوحده ولا واحد كان يعرفه، البقية كانوا يزمروا فقط. فنريد أن هذه السلطة نريد أن تكشف لنا عن مشروعها، وعادي جدا لأنه ما يشتسرق ولا وليس هناك حاجة سرية أو مخبأة، نحن لا نطلب الشفرة، شفرة القنبلة الذرية إن كنا نملكها، نحن نطلب مصارحة الشعب الجزائري، مرافقة الشعب الجزائري، الطبطبة على الشعب الجزائري، خاصة في هذا الظرف العصيب والصعب جدا بعد وباء كورونا، بعد تراجع أسعار النفط، بعد تراجع الكثير من القيم وتراجع الكثير من الأشياء في الجزائر. من يعيد هذه الأمور
ويعيد بناءها ليس السلطة لوحدها، وليس الشعب لوحده، وليس الجيش لوحده، وليس المجتمع المدني وحده، ليس لا البرلمان ولا مجلس الأمة. مجلس الأمة الشعب كله كان يقول لازم يروح، هم لسه موجود في 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 الدستور الجديد. كلام فارغ مجلس الأمة، مع احترامي للمؤسسة وللجزائر وللأشخاص، كثير من الأشخاص المحترمين الموجودين فيه، ولكن من حيث المبدأ مجلس الأمة لا أساس له في منظومة جزائرية جديدة تريد أن تسرع في إعادة البناء من دون اختلالات ومن دون زبانية يصفقون فقط ويستجيبون للصافرة عندما يطلقها الحاكم، عندما يقول لهم القبلة صارت من المشرق يولون وجوههم كلهم إلى المشرق، عندما يقول من المغرب يولون وجوههم كلهم إلى المغرب. نريدها جزائر مختلفة، هذه الجزائر المختلفة لم تظهر ملامحها بعد للأسف الشديد. نعم، حفيظ الراجي الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.